تكريمي ان انا متشرفه ومبسوطه وممتنه وحاجات كتير يعني، ورب بقد المسؤوليه وده دافع. كانت جميله، الاسئله كانت جميله والحضور كان حلو يعني اكيد الحمد لله يا رب ان انا من اسعد الايام اللي حصلت لي في حياتي يعني اليوم ده. انا مبسوطه جدا ان الفيلم مشارك في مسابقه دوليه ودي حاجه كبيره جدا وان شاء الله يا رب كده الفيلم ياخد جايزه وبس ده اللي اقوله. وبشكر كل النجوم والفنانين اللي جم النهارده يشجعوا الفيلم، بنت سيد رجب اللي بتحاول تطلعه من العزله بتاعته. والله التنظيم هايل زي كل سنه، ومهرجان الدوله فلازم كلنا نبقى موجودين فيه ونشارك فيه. والله الكوميدي اصعب وكنت خايف منه بس لطيف جدا، لطيف التغيير. احب ابارك لنجوم فيلم 19 بيه النهارده العرض الاول عالميا صح في مهرجان القاهره في بلدنا، ومبسوطه ان انا معاهم ومع احمد عبد الله لانه هو من المخرجين اللي انا بحبهم جدا وبحب اشتغل معاهم، وانا متاكده ان الفيلم هيبقى جديد ومختلف لانه كل تجربه لاحمد عبد الله بتكون ليها طابع خاص، فعندي فضول اعرف يعني الفيلم هيطلع عامل ازاي. اهم حاجه في المهرجانات اصلا حاجتين، هي للسينمائيين او للناس اللي شغاله في السينما هو انه نقابل ناس ونشوف افلام من بلاد تانية، نتعرف على صناع سينما ومحبي سينما من بلاد تانية، ودي حاجه فعلا اثرت فيا. انا اتعرفت على ناس كتير يعني، انا من 10 سنين كان في لي افلام كتير بتخش مهرجانات، افلام احمد عبد الله هيليوبوليس مايكروفون، ف وبيبقى مهم جدا مش بس لصناع السينما، ودي نقطه مهمه قوي، الناس العادية انه بيبقى برضو ليهم مجال ان هم يشوفوا افلام ما بتتعرضش في السينما عادة، فده مهم برضو. انا بعمل دور حارس العقار اللي جنب 19 ب، فانا صاحب وصديق حارس العقار بتاع 19 ب اللي هو بيلعب دوره الاستاذ سيد رجب. الفيلم كان اولا هو اتصور في مدة شهر تقريبا، ولان احنا بنصور في لوكيشن واحد ما بنتحركش، فاحنا كنا عايشين سوا مع بعض يعني زي عيله صغيره كده، احنا والممثلين وكل الفنيين والكلاب والقطط اللي كانت في الفيلم. المهرجان جميل يعني، احنا تعودنا كل سنه اننا نشوف شغل جامد جدا في المهرجان. السنه دي طبعا زي السنوات اللي فاتت دي في 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 بروفيشناليزم في 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 التنظيم، شياكه، في حضور واقبال قوي جدا، في افلام مهمه قوي سواء كان يعني شورت فيلمز او لونج فيلمز. لا مبسوط قوي، مبسوط قوي من اللي بيحصل السنه دي.